أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا بكم في البسينو موتورز. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع فيديو مجمع للسيارات الموجودة داخل المعرض. نبدأ بالسيارات السيدان ما شاء الله، مع الأناقة الفرنسية الوحش الفرنسي بيجو 508 جي تي لاين ما شاء الله 10,000 كيلو 2022 بمحرك 1.6 تيربو ما شاء الله. جي تي لاين القوة والأداء مع الرفاهية ما شاء الله. تنزل بمحرك 165 حصان 245 نيوتن ما شاء الله في الأوبشن ما شاء الله ما شاء الله. اوكي، لستارت انجن وليدر تشير مع مساج مع كراسي كهربائية ما شاء الله. الفخامة والأداء والقوة والنعومة 10,000 كيلو جي تي لاين 2022 حالة الزيرو ما شاء الله، مع الأميرة الكورية هيونداي إلنترا سي إن 7 الرياضية ما شاء الله بمحرك 1.6 2022 سمارت فان ما شاء الله 7,000 كيلو بمحرك 1.6 127 حصان 168 نيوتن. تنزل بي اي بي اس واي بي دي و 2.6 هوائيه مع الليزر تشير مع مرايه ضم كهربائيه ترى مالتي بلوتوس كاميرا وشاشه مع نظام توازن الكتروني حاله زيرو 7,000 كيلو ما شاء الله. تصميم رياضي، تصميم انيق. اشتري بثقه داخل الباسيونو موتورز مع وجود حتى تكييف خلفيه حاله زيرو بدون خدش. مع الوحش الالماني فولكس فاجن باسات كومفورت 60,000 كيلو 2018 بمحرك 1.4 تيربو 140 حصان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حاله زيرو 240 نيوتن بدون خدش 60,000 كيلو ما شاء الله. تنزل باسما كي ستارت انجن 2.6 هوائيه واي بي اس واي بي دي واي اس بي واي اتش ال اي مع فتحه سقف مع نظام سبورت مود في الفتيس فرامل تاتش اوتو هولد ما شاء الله. موجود حاسة أمنية وخلفية ما شاء الله. حالة الزيرو فولكس فاجن باشات كومفورت مع الأميرة اليابانية تويوتا كرولا 2022 الفئة الثانية 30,000 كيلو ما شاء الله. محرك 1.6 120 حصان 154 نيوتن مع اي بي اس واي بي دي واي اس بي اثنين وسائل هوائية مع الإضاءة الليد اثنين فوج لايتس مع سنسور باركينج جنوط معدنيه 16 بوصه موجود ليزر تشات ما شاء الله. الحل ما شاء الله، تصميم انيق وتصميم رياضي. كافه الموديلات مع الباسيونو موتورز فرنسي كوري الماني ياباني. الانترا اتش دي 2022 توب لاين الفئه الرابعه 27,000 كيلو ما شاء الله. تنزل وسائل امان اي بي اس واي بي دي و اثنين وسائل هوائيه مع فتحه سقف ما شاء الله ما شاء الله. موجود فميل خلفي اتش دي 2022 فابريكا بالكامل. فيات تيبو 2022 13,000 كيلو الفئه الاولى. تنزل بمحرك 1.6 120 حصان 154 نيوتن تجميع تركي ما شاء الله مع اي بي اس واي بي دي ومثبت سرعه و2 وسائل هوائيه شايفين وسائل الامان مع جنوط معدنيه والإضاءة الليد مع وجود الفاميل دي النيو شيب في فيات تيبو ما شاء الله. ننزل للسيارات الهاتشباك وسيارات الاس يو في جولري 330 اس 330 اس 2021 70,000 كيلو 8 راكب مانوال فابريكا بالكامل. جولري 2022 330 اس 50,000 كيلو 8 راكب مانوال توب لاين ما شاء الله ما شاء الله. حاله الفابريكا وتعداد الاستخدامات للسياره جي ال كي 350 2011 ما شاء الله 6 سلندر 3700 سي سي ما شاء الله فول اوبشن. شيري تيجو 2022 20,000 كيلو فابريكا بالكامل هاي لاين. تنزل بيه مثبت سرعه واي بي اس واي بي دي وكاميرا وشاشه وفرش جلد وليزر تشير مع حساسات خلفيه مع الفاميل وجنوط معدنيه ما شاء الله.
ما شاء الله. ام جي لكشري 2019 فابريكا بكامل 48000 كيلو ما شاء الله، بمحرك 1.5 119 حصان اي بي اس اي بي دي و4 ايرباك مع الليزر اتشار مع كاميرا وشاشه وشنوط معدنيه مع الخامات الجلد صح، شايفين ما شاء الله ما شاء الله. ام جي لكشري فابريكا بكامل 48000 كيلو. رينو داستر 2022 5000 كيلو فابريكا بالكامل حالة الزيرو زي ما احنا شايفين، بمحرك 1.6 117 حصان اي بي اس او بي دي والكاميرا والشاشة ما شاء الله، ترى مالتي ميديا ومثبت سرعة 2 ايرباك مع الاضاءة الليد والشنوط المعدنية. شيفولي ايكونكس 2018 ما شاء الله 1600 تربو ما شاء الله ما شاء الله 50000 كيلو فيها مرمى بسيطة من الخارج. ايكونكس طبعا رفاهيه وقوه وامان ما شاء الله 53000 كيلو مثبت سرعه واي بي اس واي بي دي اي اس بي ما شاء الله، فخمه السياره مع الاتساع مع محرك قوي ما شاء الله 160 حصان سياره. هيونداي توسن 2022 الفئه الرابعه خليجي زيرو بمحرك 1.6 تيربو 177 حصان 265 نيوتن فول اوبشن ما شاء الله فول اوبشن زيرو. كيا ريو 2013 خليجي فابريكا بالكامل تنزل بيه مثبت سرعه وبلوتوس مع طاره مالتي ميديا وشانت ما شاء الله مع طميه خلفي جانبي. كيا ريو اتش باك 1.4 1400 سي سي موفر الوقود واعتماديه. فيها تيبو هاتش باك 2022 ما شاء الله 1.6 محرك 1.6 فابريكا بالكامل 40000 كيلو تنزل بيه الاضاءه الليد وي اي بي اس واي بي دي وي 2 ايرباج مع مثبت سرعه طاره مالتي ميديا مع وجود الجانت وي الليد وي الفاميلي. ام جي ار اكس 5 2021 كومفورت 12000 كيلو فابريكا بالكامل بمحرك 1.5 تربو ما شاء الله 1500 تربو اداء مع رقي في القياده مثبت سرعه و2 ايرباج واي بي اس واي بي دي واي اس بي وكاميرا وشاشه وسنسورز ما شاء الله. ار اكس 5 حاله زيرو سنه توكيل لحد 30. سكودا اي 7 50000 كيلو 2016 حاله زيرو يا جماعه ما شاء الله من حالات اللاندر موجود داخل المعرض بمحرك 1.6 110 حصان ده المحرك العادي اي بي اس واي بي دي ومثبت سرعه و2 ايرباك. هيونداي ماتريكس 2007 1.6 فابريكا بالكامل 50000 كيلو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حاله زيرو. سوبارو 2014 هاي لاين 4x4 دفع رباعي السيارة ما شاء الله من السيارات الأنيقة والسيارات اليابانية فهم رمات بسيطة من الخارج. رينو داستر 2018 فابريكا بالكامل 80000 كيلو بمحرك 1.6. نيسان كاشكاي 2015 هاي لاين 1.2 تيربو واي بي اس او بي دي وسارو بانوراما وليزر تشير ما شاء الله أعلى فئة فابريكا بالكامل 109000 كيلو مازدا 82 العشاق حالات النادرة حالة الفابريكا بص على الحالة ما شاء الله حالة الفابريكا مازدا 82 حالة الفابريكا. لانسر شارك 2016 فابريكا بالكامل ما عدا خربوش بس في الاصدام 84000 كيلو حالة 1.6 اي بي اس و2 ايرباك وجانت. فيات تيبو 2021 21000 كيلو فابريكا بالكامل. شيري اريزو 2022 فابريكا بالكامل 80000 كيلو تنزل بمثبت سرعه وبمحرك 1.5 مثبت سرعه واي بي اس واي بي دي و2 ايرباك مع الاضاءه الليد مع الجنط ترى مالتي. تويوتا يارس 2014 خليجي فابريكا بالكامل ما شاء الله بدون اي خدوش فابريكا بالكامل. ننتظر تليفوناتكم 0-2-3-4-1-2-3-5 0-6-49-49-44 0-153-53-012 أو متابعتنا على انستجرام فيسبوك تويتر لينكد ان تليجرام وفي الختام وفي السماء فيكم وما توعدون.